سيابي ثلاث مواسم الماضية فاز مرتين كضيف على الترجي. ادريس محيسي، اريسون افول، احمد العكيشي، سامح الدرباني، حسين الراقد، هيلان الشعلاني يطلب الكرة، خلاها هذوك مرة أخرى، حاتم بجاوي، العربي جابر، بحذاه محمد علي يعقوبي، محمد علي يعقوبي ياخذ الكرة، أفول طلب الكرة لكن ثم محاصرة من هتان براتلي، حسين الراقد، هيلان الشعلاني. بحذاء إيدوك يلعب كرة مع حاتم البجاوي، شوفوا كيفاش واقف دفاع النادي بنزرتي، المساحات مفقودة أمام خط الأمامي للترجي. حسين الراقد، محمد علي يعقوبي، سامح الدرباني، تبادل الكرات القصيرة، الدرباني، العكيشي، العكيشي يحذر ادريس المحيسي، اول سامح الدرباني، ايدوك في مناطق السيابي، خطيره العمليه، خطيره الهدف، الهدف الاول لصالح الترجي بامضاء احمد العكيشي. اوه 29 دقيقة لعب، العكيشي قناص، العكيشي شم الكرة، عرف وين يقف، اقتنص الكرة في المكان المناسب، شوفوا الإعادة، ايدوك يرفع كرة بالمليمتر، أحمد العكيشي دون رقابة رأسية، يغالط الحارس وسيم نوارة، إعادة من زاوية أخرى، 29 دقيقة لعب، أحمد العكيشي العائد بقوة يسجل من جديد، هاو أمامكم أحمد العكيشي صاحب الهدف الأول لصالح الترجي، التوقيت 29 دقيقة، أحمد العكيشي يعطي انطلاقة جديدة للمباراة هنا في الملعب الأولمبي بيرانس، يمنحها للعائد أسامة الدراجي مايسترو الترجي، وإعادة لهدف العكيشي